السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، معاكم وعد، وحشتوني جدا. هقول لكم على وصفة لو وظبنا عليها مرتين في الأسبوع، لو احنا من نوع كسول مرة واحدة أسبوعيا، والله العظيم هتلاقوا فرق كبير جدا جدا في نضارة البشرة وجمال البشرة. مفيش بقع، مفيش تصبغات، مفيش كلف، مفيش أي مشكلة هتواجهك بإذن الله، ولا بسور ولا أي حاجة. بس عايزة أقول لحبايب المتابعين قبل ما أبدأ الفيديو، بس عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا. لو وظبنا على تنظيف الجزء الداخلي من الجسم، والله لو احنا مش هنعمل وصفات هنلاقي النتائج كلها مبشرة على الجزء الخارجي اللي هي الشعر، بشرة الوجه، جلد الجسم، هنلاقي النتائج حلوة وغير صحتنا هتكون كويسة كمان. نعمل مشروب الديتوكس، نشرب الصبح مثلا ليمون على مية على عسل نحل، نشرب عديد، نخلي مثلا الكمية دي طول اليوم، نحط عليها مثلا تفاح، اي حاجة خضروات مفيش مشكلة. المشروب ده بينقي الجسم جدا جدا من السموم والبكتيريا والفطريات المتراكمه في اي جزء من الجسم، يعني تلاقي في الاخر الصحه كويسه والجزء عامه الداخلي والخارجي بصحه كويسه. في ناس كتير بتشتكي من عدم نجاح الوصفه معاها، هو ده السبب الرئيسي، ان الجزء بتاع الجسم من جوه فيه سموم وفيه بكتيريا، فيه طفيلات، فيه حاجات وحشه كتير جدا لازم تتعالج. نشرب ميه كتير جدا جدا، اشربوا ميه كتير، كل خضروات، سلطات، فواكه، الحاجات دي مفيده. انا ممكن ما اكلش كتير بكميات كتيره، ولا اكل مثلا محمر ومشمر والكلام ده كله، ممكن اكتفي بالمشوي والسلطات، حاجه حلوه قوي. وكمان الاكل هو السوتيه النيف ني، الحاجات دي كلها حلوه للجسم. ما نفرحش مثلا بالقلي والحاجات كلها المقليات والاكل الجاهز اللي بره، كل ده نواظب على شرب الميه، اكل فواكه والحاجات دي كلها، هتلاقي النضاره والبياض والجمال على الصحه الداخليه والخارجيه باذن الله. يا رب النهارده اكون افدتكم بالمعلومه دي، ويا ريت ننفذ كده علشان النتائج تلاقيها مظبوطه معاكي مع استقبال اي وصفه باذن الله. حطي لي لايك فضلا وليس امرا عشان نشوف معنا ايه. يلا نقول بسم الله. اول حاجه عايزينها، هنعوز اول مكون معايا القهوه التركي. طبعا اللي معايا دي مش قهوه تركي ولا اي حاجه، انا بقول لكم عايزين القهوه التركي بفضلها، لان في ناس عندها تحسس من اي نوع قهوه فيها توابل. تمام، هيبقى القهوه وماء الورد مش اكتر. لو احنا من نوع بقى اللي عايزين نتائج قوي قوي قوي، ممكن نجيب زيت الورد الجوري. زيت الورد الجوري حلو جدا جدا، نقي قوي، محد يكون موثوق فيه، اصلي نجيب منه. مش عايزه اصعب الامور عليكي وتقعدي تلفي وتحتاري، ممكن هي ميه الورد. انضف نوع ميه ورد جربتها على الاطلاق كانت ميه الورد ديت اللي هي العراب. ونصيحه كمان كل مره اقول فيها، ميه الورد ما بتكونش بامبي، ما مش عايزه اللون الغامق، انا عايزاها اللي هي زي ميه الشرب بتاعتنا العاديه دي، دي افيد بكتير جدا من لونها بامبي. تمام، انا بعمل بقى ايه، بجيب مثلا العبوه بتاعتي ديت وبحط منها في بخاخات وبحطها في في الثلاجه. اي وقت اقوم اتوضا، اخلص وضوء، احط، اغسل وشي لاي سبب من الاسباب، احط وراه، اقفل مسامي على طول، بتلاقي البشره المسام مغلقه والدنيا جميله، ما فيش بقى ايه المشاكل اللي بتبقى في البشره دي. بنحط، انا عارفه ان انا برغي كتير النهارده، بس انا بقول لكم على الحاجات المهمه. بنحط المقدار المعين بتاعنا اهو، بعمل كريم كده، اغسل البشره كويس من العوامل اليوميه واي ميك اب، اي كريمات على بشرتي بالغسول المفضل، وبعد كده بعمل الوصفه دي. ما بحتاجش مقشر، هي تعمل مقشر وهتعمل تنظيف وهتعمل ترطيب، هتعمل كل حاجه في البشره حلوه جدا جدا. هتعمل ترطيب لو حطينا زيت الورد الجوري. تمام عفوا، بعد ما خلصنا غسل البشره بالميه المائله للسخونه، ببتدي اطبق الوصفه بتاعتي ديت على كل الوجه ومعاها الرقبه لو في بنات بتخرج بشعرها، عشان اللون يبقى موحد. ادلك كويس قوي قوي بعكس عقارب الساعه، واسيبها لمده 5 دقائق او 10 دقائق لو انا هقدر استحمل. بعد كده بغسل المكان بميه مائله للسخونه وبعدها بميه ساقعه من الحنفيه، وبقى برده ما بنساش ان انا ارش تاني اخر مكون، ارش ماء الورد برده عشان اغلق مسامي اللي اتفتحت تاني، وبعد كده احط اي مرطب مناسب ليا. لو انا عملت الزيت الجوري الزيت الورد مش هحتاج اي مرطب بعد الوصفه، لو ما عملتش يبقى هحتاج مرطب مفضل ليا بحب استخدمه بعد كل وصفه. لو عملتها مرتين في الاسبوع، والله العظيم وحياه ربنا، يعني انا بحلف وانا صادقه في كلامي، لو عملتها مرتين في الاسبوع هتلاقي النتائج مدهشه جدا جدا. لاي فئه عمريه بتسمعني، لاي فئه سواء شباب او بنات او سيدات او رجال، اي حد بيسمعني الوصفه دي اتعملت
مع مراعاة اللي انا قلت عليه في اول الفيديو تلاقي النتائج مبشرة بإذن الله. يا رب النهارده اكون افدتكم. كنتش طولت عليكم، حط لي لايك فضلا ولسه امر قبل تقفله، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش ما تنسيش تشتركي وتفعلي جرس الاشعارات وتدوس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.